5 2 امس انقلبوا قدام بنفيكا يعني بس طبعا محترفين راح يردون يوم 29 يعني لغة الارقام صح كلامك ما على فكره رقم 4 عبد الله معتوق ترى فعلا حسين فاضل اسمه حسين فاضل معتوق هو بعد إيه وأنا بدأت تشككني بدأت نزق إيه ودي أطلع له بقول حسين فاضل دعمك أنت أو أخوك العود وأتوقع إنه يكون أخوه كابتن عزيز الكشافة في السابق لقاهم يكتشفون اللاعبين وكذا الآن بطولة الصلاة لكرة القدم في ناشئين في أشبال يعني في مراحل سنية قبل كفريق واحد صحيح ما في الحين كشافين يعني يشوفون هاللاعبين الصغار اللي شفناهم قبل شوي الآن أصبح يعني اختفاء الكشاف اللي كان يقعد اللي يفتر بالفريج اللي يروح مثلا في المدارس يعني صعب جدا الآن تجد لاعب تأخذه من دورة صعب جدا أنك تأخذ واحد من صف أو من مدرسة في دوري الفصول الآن الأمور أصبحت أكثر سهولة بدأ لاعب النادي تحت 14 سنة يشوف والله أنا أشوف أنا لعب تحت 14 في النادي الفلاني أشوف هو مرزوق وأشوف سمير أي والله لاعبين زينين امشوا معي اليوم ولا أروح أقول حق مشرفي ياب لهم فنيلتين بسرعة وأعطاهم وسجلهم الحين صعب جدا تلاقي هذا الأمر هذا واحد اثنين صعب جدا تلاقي الحين لاعب يجيك على تحت 18 سنة أو في الرديف ويصير لاعب زي مثل ما عندنا أول في السابق في لاعبين يوم وهم كبار الفريق الأول وأثبتوا كفاءة في على سبيل المثال وايد لاعبين أنا أقصد أن الآن أصبحت هذه من نوادر كرة القدم الآن صعب جدا أنا إيه أشوف واحد مثلا مواليد 96 97 يعني في البراعم أو في 14 سنة مو مسجل في نادي ولاعب الكل يتفق عليه صعب جدا ما راح ألاقي وهذا الأمر أنت تعرف إذن كابتن كثرة المدارس الحين في مدارس كرة زادت في الكويت يعني الأكاديميات بالضبط الأكاديميات الآن أنت تتكلم عن في اهتمام الآن في عندك 15 أكاديمية موجودة ال 15 أكاديمية فيها مختلف الأعمار واصلة لحد تحت 16 سنة تحت 18 سنة وعندك 15 نادي بالكويت الآن هذا غير اللي ترى اللاعبين اللي في أعمار متوسطة ويلعبون ضمن لجان أو يلعبون ضد هيئات أو ضد مثلا في العسكر دوري العسكر أو في الجمارك بنوك أو في البنوك أو في الوزارات أو في المطافي هذول الآن ما يسمح لهم أن يكون مسجل في الاتحاد الكويتي صح ولا لا نعم. إذن الآن في شريحة كبرى علشان كذي إحنا يبينا أبغريد شوي حق هذه الشريحة ودنا أن إحنا نتثقف اكثر ودنا ان احنا نشتغل اكثر نوفر لهم امكانيات كابتن عندي سؤال صغير سؤال عجالك كابتن سريع عشان خلاص خلينا بعدين بعد المباراه نسال السؤال مشاهدينا الكرام نتقم مع زميلنا ابراهيم الهشال الكلمه لك شكرا جزيلا لابداح السهلي ولضيوف الكرام بعدما رأينا الشوط الأول والثاني من اللقاء الأول الآن نذهب إلى اللقاء الثاني ما بين فريق الهيئة العامة للصناعة وأيضا فريق الأزوري الهيئة العامة للصناعة باللباس الذهبي على يمين السادة المشاهدين وأيضا فريق الأزوري باللباس الأزرق الكحلي الواضح وهذا ما يميز الفريق المنتخب الإيطالي الذي يعني يسير على مسمى وعلى خطى فريق الأزوري الأزوري في أيضا في تشكيلته اليوم فهد كرم في حراسة المرمى فيصل الشمري فهد السلي يوسف السلمان عبد الله السلامة مناحي هادي وعبد الله يعني مشاري منصور وعبد الله يعني كما نتابع عبد الله لاعب الأزوري اللي هو عبد الله الزويكي عبد الله الزويكي لاعب الأزوري وأيضا يعني فريق الهيئة العامة للصناعة أحمد الفودري في حراسة المرمى ناصر داود إبراهيم المنصوري راشد عادل نواف القامس علي الطويل أحمد المنصوري مصطفى الرمزي هذه تشكيلة التي رأيناها يعني لفريق الهيئة العامة للصناعة باللباس الذهبي هنا اللاعب عبد الله الزويكي عارس المرمى أحمد الفودري محاولة إلى الأمام ولكن كما ذكرنا وكما تحدثنا قبل هذا اللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل لا شيء لفريق خان وباش على فريق مدريد قبل هذا اللقاء في أولى اللقاءات ها هنا الآن
في اللقاء الثاني لفريق الهيئة العام من الصناعة أمام فريق الأزوري. كرة منقولة، محاولة لهذا اللاعب، اللاعب أحمد المنصوري، تسديد ولكن بجانب القائم الأيسر، الشباك الخارجية للقائم الأيسر وسط الملعب. الآن كرة منقولة، الكرات المقطوعة إلى الآن كثيرة كما نتابع. كرة منقولة، نواف القامس إلى المنصوري، أحمد المنصوري، وأنا بدر نزال حكم اللقاء، وأيضا فاضل بوفتين كما نتابع هذا اللقاء. أتمنى أن نشاهد مباراة مميزة. كرة منقولة إلى الأمام، الأزوري، لعلنا شاهدنا المنتخب الإيطالي ونهائي كأس أوروبا أمام المنتخب الإسباني. التقي في المجموعة في اللقاء الأول ثم التقي في النهائي، لكن نتيجة غير مرضية، نتيجة ثقيلة بحق الطليان، 4-0. كرة منقولة، محاولة بالجهة اليسرى لكن إلى خارج أرضية الملعب. فريق الأزوري، فهد للسهلي، لاعب المميز شهدت في كثير من البطولات الرمضانية. إلى المنصوري، أحمد المنصوري في الطرف الأيمن ولكن مقطوع، الآن تجد المساردة ولكن أيضا تبقى للدفاع، للدفاع ناصر داود. إلى نواف القامس، أحمد المنصوري في الطرف الأيمن الآن ولكن تسديدة إلى خارج أرض الملعب. أحمد المنصوري صاحب التسديدة، هنا حارس المرمى فهد كرم، كرة منقولة ولكن تطول إلى خارج أرضية الملعب. وسط الملعب أحمد المنصوري إلى أيضا علي الطويل، راشد عادل، أحمد المنصوري ولكن إلى حارس المرمى. ينقص هذا اللقاء حتى هذه اللحظات الهدف، طالما يأتي الهدف في الدقائق الأولى يعطي إثارة ولكن تسديدة إلى خارج أرض الملعب. أحمد المنصوري والتصدي من فهد كرم. أحمد المنصوري هذا اللاعب الواضح، أحمد المنصوري تسديدة على الحارس فهد كرم، كرة منقولة ولكن إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب من اللاعب إبراهيم المنصوري. يبدو شقيق أحمد المنصوري. هنا الجماهير الحاضرة في صالة فجحان المطيري بنادي القادسية ببطولة المرحوم شملان الحساوي 17. ولا المتابعة وأظن فيها خطأ، الخطأ، تعادل السلبي في الدقائق الخمس الأولى، خمس دقائق الأولى والتعادل السلبي. هنا العرقلة والخطأ للاعب يوسف السلمان، على تنفيذ الخطأ يوسف السلمان، خطأ للأزوري. هنا التسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. منتخب يعني تجد المسميات، مدريد على مدريد، الأزوري على المنتخب الإيطالي، الملكي على النادي القادسية أو على نادي ريال مدريد الإسباني، يعني مسميات ولكن إلى يعني مبعدة من حارس المرمى. حارس المرمى أحمد الفودري، أحمد الفودري كما يعني نتابع. محاولة في الطرف الأيمن إلى راشد داود، راشد عادل، مقطوعة لإمناحي هادي، كرة منقولة، عبد الله زويكي وسط الملعب إلى الأمام، يوسف السلمان، الضغط الواضح على من فريق الهيئة العام للصناعة على فريق الأزوري.
كرة منقولة وسط الملعب الآن، تمرير يا سلام، محاولة يا الله يا سلام على هذا الهدف، الهدف الأول للاعب فيصل الشمري، يتقدم بالطرف الأيمن ويسجل الهدف الأول فيصل الشمري على الحارس أحمد الفودري. لاحظ الإعادة، تمريرة من عبد الله الزويكي إلى فيصل الشمري يسجل الهدف الأول في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول. عمر الشوط الأول في هذا اللقاء، اللقاء الثاني من هذا اليوم. كرة منقولة أحمد المنصوري إلى الأمام ولكن إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كرة منقولة وسط الملعب الآن، عبد الله الزويكي، مقطوعة من المنصوري إلى راشد عادل ولكن مقطوعة. يا كثر الكرات المقطوعة، الكرات المقطوعة كثيرة، وهنا محاولة ولكن مرت على مرمى أحمد الفودري، مرت على مرأة لأحمد الفودري. كرة منقولة وسط الملعب الآن، انطلاقة للجهة اليسرى، محاولة إلى الطرف الأيسر ولكن تطول إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب للاعب نواف القامس، حاول إلى الأمام، يا الله يا سلام على فريق الأزوري أو فهد السهلي، واحد من الأسماء المميزة في دورات الرمضانية. فهد السهلي يتقدم، لاحظ التسديدة، الهدف الثاني لفريق الأزوري. الأزوري يسجل الهدف الثاني، هنا التسديدة من اللاعب أحمد المنصوري. هنا المتابعة فهد السهلي الآن ولكن تسديدة إلى خارج أرض الملعب. هدفين مقابل لا شيء للأزوري على فريق الهيئة العامة للصناعة. الهيئة العامة للصناعة هنا يعني يعلن الحكم فاضل بوفتين عن نهاية الشوط الأول بتقدم الأزوري بهدفين مقابل لا شيء على فريق الهيئة العامة للصناعة. ألقاكم في الشوط الثاني. Okay.